الثامن عشر من شهر تموز يوليو 2018. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. برنامج اليوم يطل عليكم بحلقة جديدة فيها كثير من الأخبار والكثير من المعلومات المفيدة. اليوم مشاهدينا بالإضافة إلى الجولة على أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية، سوف نتحدث عن كيف احتفى العالم باليوم العالمي للرموز التعبيرية أو الإيموجيز على مواقع التواصل الاجتماعي، وسنتابع أصداء إعلان قائد ريال مدريد الإسباني النجم سيرجيو راموس خطوبته على صديقته بيلا روبيو. كما ما تزال أصداء انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تتصدر المشهد العالمي، خاصة بعد التقارير التي تتحدث عن لحاق مدربه السابق زين الدين زيدان إلى النادي الإيطالي. وفي ملفنا الصحي، دراسة تؤكد ارتفاع معدلات إصابة الحوامل بالاكتئاب في وقتنا الحالي أكثر من الماضي. وفي تايوان طريقة جديدة للتدليك ولكن تحت تهديد السلاح، فهل تجرؤون على تجربتها؟ كما سنشاهد مشاهدين أدلة أثرية جديدة تثبت اكتشاف الخبز قبل الزراعة ب5000 عام. كل هذه المواضيع وأكثر مشاهدين ضمن حلقة اليوم، ونذكر بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر، وأيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. أهلا بكم. إذن في أولى أخبارنا، احتفل العديد من عمالقة التكنولوجيا في العالم منهم أبل وفيسبوك وتويتر باليوم العالمي للإيموجيز بطرق مختلفة. وأعلنت شركة أبل الأمريكية عن طرحها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الإيموجيز لعملائها خلال الأشهر المقبلة، فيما كشفت كل من فيسبوك وتويتر عن أكثر الإيموجيز رواجا بين مستخدميهم. ونشأت هذه الرموز البصرية على يد المصمم الياباني شيجي تاكاكا كوريكيتا في عام 1999، وكان الغرض منها تسهيل التواصل بين مستخدمي الرسائل النصية ونقل المشاعر الأساسية بينهم. من جانبهم، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر استغلوا هذا اليوم لمشاركة أكثر الصور التعبيرية التي يستخدمونها وأجملها، وسرعان ما تصدر هاشتاغ يوم الإيموجي العالمي على موقع تويتر ليصبح الأكثر تداولا بين المغردين. اخترنا لكم مشاهدينا بعض التغريدات. تحدثت تقارير جديدة عن انزعاج الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس من استمرار توماس ماركل والد ميغان ماركل في الظهور في المقابلات الصحفية مدفوعة الأجر، وإصراره على الحديث عن ميغان وزواجها الملكي لصحف الفضائح. وبالتزامن مع المقابلة الجديدة المثيرة للجدل لتوماس ماركل مع صحيفة ذا صن، تحدث مصدر مقرب من العائلة المالكة عن توتر العلاقة بين الأمير وزوجته وبين والد ميغان. وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بسرعة وعلقوا عليه بطرق مختلفة. نتابع معا كيف قرأ المغردون الخبر عبر تويتر.
أيضا في أخبار المشاهير، قرر الثنائي الدولي الإسباني قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وصديقته بيلا روبيو الزواج بعد علاقة جمعتهما لنحو 6 سنوات. ويملك الثنائي 3 أطفال هم سيرجيو وماركو وأليخاندرو الذي ولد منذ بضعة أشهر. وزف راموس وعروسه الخبر السار لمتابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ولقى إعلان خطوبة راموس انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتناول المغردون صور الخطيبين متمنين لهم زواجا سعيدا ومنتقدين تأخرهم في إعلان الزواج. نتابع بعض مما كتب المغردون. في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، توقف دب كبير في أحد المسابح ليبرد نفسه من الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 32 درجة مئوية. وقالت الشرطة إن الدب تم احتوائه من قبل مسؤولي مراقبة الحيوانات في المدينة. نتابع. أذكركم مشاهدينا أن برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط الظاهر أسفل الشاشة أمامكم. مشاهدينا، بعد هذه الجولة نتوقف مع فاصل ونعود لنستكمل فقرات برنامجنا، ابقوا معنا. أحييكم من جديد مشاهدينا. أكدت مزارع بادية في مدينة دبي أنها ماضية في استخدام الزراعة الرأسية المائية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة الأمن الغذائي في دولة الإمارات وبقية دول الخليج. وتستخدم بادية تقنيات حديثة لإنتاج خضروات خالية من المبيدات ومن دون الحاجة إلى أشعة الشمس أو التربة أو المواد الكيميائية. ويتطلع مالك هذه المزارع إلى توسيع نطاق مشروعه ليشمل المنطقة من خلال تقديم صوبات زراعية تستوعب محاصيل أكبر حجما. أكدت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان ليشغل منصب مستشار رياضي في الفريق. وسيلتحق زيدان بالإدارة الرياضية ليوفنتوس في شهر أكتوبر المقبل، كما أشارت إلى أن تعاقد السيد العجوز مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان سببا رئيسيا في قرار زيدان بالعودة إلى اليوفي كمستشار رياضي. بعد أيام على انقضاء منافسات مونديال روسيا 2018 بإحراز فرنسا بطولة كأس العالم بكرة القدم، ومع تصاعد ولع الشباب بلعبة كرة القدم، ظهر إلى العلن الشبيه العراقي للاعب الدولي المصري محمد صلاح في العاصمة بغداد، الأمر الذي شكل مفاجأة كبيرة للجمهور الرياضي العراقي. مراسل أخبار الآن وسام يوسف التقى محمد صلاح العراقي وعد لنا التقرير التالي. Thank you.
أنا لست متواجدا في ملعب نادي ليفربول الإنجليزي، وإنما متواجد في ملعب مدينة الحرية في العاصمة العراقية بغداد برفقة اللاعب حسين علي شبيه اللاعب المصري محمد صلاح. مع أن اختتمت منافسات مونديال روسيا عام 2018 حتى تزايد شغف الشباب العراقي بلعبة كرة القدم، وهذا ما كان واضحا خاصة مع ظهور شبيه للاعب المصري محمد صلاح، حيث يستقبل الأهالي الشاب حسين علي في منطقة الحرية شمال غرب بغداد باهتمام ومحبة كبيرين نظرا للشبه الذي يتمتع به وما أكسبه شهرة واسعة في العاصمة العراقية بغداد. كل ما اجي من النادي ويشوفون ستايل هاي محمد صلاح انا كنت اخذ الامور يعني ببساطه، فبعدين من قام يبرز محمد صلاح بشكل قوي لاعبنا صار لاعب عربي واصل هيك نادي اطلق الاسم على حسين علي بالكامل محمد صلاح، وقلت لك الحمد لله وشكرا فخور بهذا الشيء. يعني حاليا هسه يطلقون الناس عليك انت محمد صلاح؟ اي نعم، اكو هم معلومه، انا والدي بنفسه في البيت قاعد وياي يصيح لي محمد صلاح. النجومية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري محمد صلاح قلبت حياة هذا الشاب العراقي البالغ 20 عاما والذي يلعب كرة القدم في نادي الزوراء العراقي الذي يتصدر الدورة العراقية الممتاز، حيث يحيط الكثيرين حوله لمشاهدته أثناء اللعب. واجهت هواي أمور فادت حسين علي من خلال بالنادي ولا بالمنطقة أو الجو بغير مناطق، دائما اللي فد تقدير الخاص، ومو قلت لك عن سابقا أنا هم بالناس طيبين، فزادت لي فد شيء لمحمد صلاح المسيرة الرياضية، شو ما تقول محمد صلاح أطلق يعني مثل أول شيء محمد صلاح هذا شيء حلو. كنت يعني حاضر المباراة بين النهائي بين ريال مدريد وليفربول الإنجليزي في رابطة رسمية ليفربول، من انصاب محمد صلاح الناس كلها جت تتفق. شهرة كبيرة أصبح يتمتع بها الشاب حسين علي، ما جعل المعجبين يقصدون لقاءه من مختلف مناطق العراق، حيث يستقبلهم بتواضعه الكبير وهو ما يزيد شبهه باللاعب المصري محمد صلاح. وساءت الصدف أن يخرج كابتن حسين شبيها للاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول حاليا. يعني طبعا بالنسبة لصفات الكابتن حسين، لاعب خلوق متميز مع عن أقرانه يعني، ولاعب إمكانية عالية باللعب، لاعب مهاري، لاعب فنان. فدائما احنا من نلعب ويا كرة قدم يعني كأنه ما نتخيل احنا جايين نلعب ويا محمد صلاح المصري. النجاح الملفت الذي حققه اللاعب المصري محمد صلاح على المستوى العالمي شكل إلهاما للكثير من الشباب العربي خاصة الرياضيين منهم، وقصة نجاحه تمثل أحلاما للكثيرين، وهذا ما جعل الشاب العراقي حسين علي محظوظا وهو يعيش جزءا من هذا الحلم. كشف دراسة بريطانية حديثة أن اكتئاب الحمل لدى النساء أصبح شائعا في الوقت الحالي أكثر مما مضى، وعز الباحثون الأسباب إلى الإرهاق وقلة النوم والعادات الغذائية وليس إلى الإحساس بالإخفاق والانهيار. كما أشار الباحثون إلى أن التغييرات التقنية والتوتر الذي تسببه مواقع التواصل الاجتماعي يغذي الإحباط والإحساس بالاكتئاب خاصة لدى النساء حديثات الأمومة. مشاهدين في تايوان، للعلاج بالتدليك ميزة خاصة، إذ ابتكر خبراء التدليك في تايوان طريقة جديدة تعتمد على عمل المساج بالسكاكين الكبيرة المخصصة لتقطيع اللحوم. ونشأ علاج الدايلاو أو العلاج بالشفرة أولا في الصين القديمة كبديل للطب التقليدي منذ أكثر من 2500 عام، ويستخدم العلاج بالسكاكين من أجل التخلص من الصداع النصفي، وأيضا يستخدم للتخلص من التشنجات وآلام الظهر وتخفيف الضغوطات. قد نظن أن الزراعة والصناعة أولى المجالات التي عمل بها الإنسان، لكن اكتشاف فريد لخبز تم إعداده قبل أكثر من 14 ألف عام في موقد حجري في شمال شرق الأردن قد يغير هذا المفهوم السائد. مزيد من التفاصيل ضمن التقرير التالي. الزراعة والصناعة أولى المجالات التي نشأت منذ ظهور الإنسان، والخبز لم يخترع إلا بعد أن بدأ البشر في الزراعة، لكن العلماء يعتقدون بغير ذلك ويقولون إن الخبز سبق الزراعة.
حيث أثبتت أدلة أثرية جديدة اكتشفت في شمال شرق الأردن أن البشر صنعوا خبزا مسطحا مخبوزا في حجر منذ قرابة 14500 سنة مضت، ويعني ذلك منذ آلاف السنين قبل ظهور الزراعة بما لا يقل عن 5000 عام. وفق العلماء فإن هذا الخبز لم يكن مخمرا على الأرجح أثناء صنعه، ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، كما يعتقد العلماء أنه صنع من حبوب قد تكون برية مثل الشعير أو الشوفان، وكذلك من ورق البرد المائي التي جرى طحنها إلى دقيق. وجود الخبز في مرحلة من مثل هذا العصر هو أمر استثنائي وفق العلماء، حيث قالت الباحثة في علم النباتات الأثرية في جامعة كوبنهاغن أمايا أرانز إن وجود خبز في موقع له هذا العمر يعد حدثا استثنائيا، وعلينا تقييم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز وأصول الزراعة، ومن الممكن أن يكون الخبز قد حفز الناس لأخذ زراعة النباتات إذ أصبح طعاما مرغوبا ومستهلكا بشكل كبير. وصنع ذلك الخبز إبان حضارة تعرف بالحضارة النطوفية المنتمية إلى الأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية، تم بين حوالي 12500 و9500 قبل الميلاد، ويذكر أن هذه الثقافة تأسست في مدينة أريحة التي تعد أقدم مدينة في العالم. سجل رجل أمريكي رقما قياسيا جديدا بتقطيع 26 بطيخة إلى النصف وهي على بطنه، وذلك خلال دقيقة واحدة فقط وبمساعدة فريق من المحيطين به. نتابع. الإكوادور تسعى لدخول جينيس بأكبر هرم من الزهور. التفاصيل مشاهدينا بعد فاصل أخير، ابقوا معنا. أحييكم من جديد مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا اليومية خطوة جريئة التي نسلط فيها الضوء على أفكار شبابية ناجحة لقت رواجا لدى المستهلكين. نتابع. من الصعب جدا إيجاد موقع إلكتروني جديد ممكن ينافس المواقع التقليدية يلي موجودة أصلا على شبكات التواصل الاجتماعي. دي البرين موقع بشكل مجتمع إلكتروني لعرض كل الأفكار الخاصة والمنتجات يلي منرغب ببيعها. I'm Wolfgang Pinneger, Austrian national, married. And I have done business with the Emirates since 1987. But finally, for this venture we are talking about, I moved to UAE in 2012. شو الفكرة الأساسية وراء GL Brain؟ The main idea behind GL Brain originated from my personal experience with social networks and with internet in 2010, 11, and 12. When the story of Ed Snowden, privacy, and all these things surfaced. And at that time, the main idea was to offer a new way of programming, social networking, internet, online business, in a way totally private. وش اللي راح يميزكم عن غير تطبيقات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ We cover all needs of online daily life. From content publishing and following, from acting and interacting with your friends and community, to all kind of online business. And the second thing is, it's programmed in a way we call coded chains, and coded chains allow total privacy and total definition of all interactions by the users themselves. وولف، يعني شراء وبيع المنتجات عبر موقعكم بيحتاج كمان إشراف من قبلكم؟ People can basically put whatever they want.
We of course will monitor if whatever they put is covered by our regulations, and there's a self-regulation tool called Suggest and Report, where users can report something and we would delete them. Wolfgang, خبرني please أكثر كيف بيشتغل موقع GL Brain. When you enter GL Brain, first by default you will be at the content page, which shows you content of people who published on the global level in this way. You could then go to your own country. Let's say now we go to Arabic Emirates. Okay. And all this content is content published by people whoever wants to publish. Users. ولكن أنا بقدر شوف بس اللي هو الارتيكل المعمول public. The publisher decided to make it public. Now when you would go, for example, to one of my contents in Emirates, so you see it's a published content of about a conference with video embedded and very professional, like your own newspaper. And from here you could follow now to my profile, which is the next level. This would be my profile now on GL Brain, showing about me and... كل شيء أنت بدك تفرجي للعالم بتحطه على البروفايل عندك. Now when you are on your profile, you have the levels which I've shown here, which is about me. The second level is featured content. Here you can show your featured content. If you have more content, you will always want to show the latest. And then you can show all your content, which means all content you ever published. And the most important part is the community, where you show and manage all your community, means your friends, the authors you follow, all people who follow you as an author, and you can manage all this in different lists. Okay. The next level is the mall, the GL Mall. Here, as I have also a mall profile, this one leads to my store, which basically shows my profile here in UAE, shows about my mall and products I'm offering. For example, I'm offering in my own network my Alpine house for rent. وإذا أنا بدي أشتري مش بدي أحط شيء للبيع وين بقدر أروح؟ The content page, you have here the mall. Okay. And here you would come to GL Mall, where you are on the product level, the service level, the job level and the real estate level with all these offers in there. So you would come on GL Brain directly to a level where you can directly go to GL Mall. يعني أنا حتى لو ما عندي أكاونت أو بروفايل بقدر أنا إذا عايزة شيء أشتري على الإنترنت بقدر أروح على GL Mall وأشتري اللي عايزته. Yes, of course. You do not have to have a profile. You do not have to be registered. But when you want to buy something, you will have to register for the one who wants to sell you something. شو النصيحة اللي فيك تقدمها للأشخاص اللي عندهم أفكار بس بعدهم خايفين يبلشوا شركتهم الخاصة؟ One of the advices would be to go into an environment where you are supported with your ideas. And the UAE definitely is one of these places. I would not have been successful or started even in my own country, in Austria. And then believe in your idea and think. Don't do something which you cannot financially support yourself, because don't believe that very early stage people will come and finance you. Do what you, your family, or people, or financial resources you have access to can support to finish your product. كيف تقدروا تستفيدوا مادياً من GL Brain? All users are normally free. Only for business-like use, if you want to present yourself better, make a bigger community and manage a bigger community, or present and sell your products in GL Mall, then we are charging money for offering the space. Wolfgang, شو كانت أكثر التحديات اللي واجهتك أنت وعم بتأسس الشركة؟ To find programmers capable to follow the way of programming in coded chains and not in the usual algorithmic. I found the programmers in Belgrade, in Serbia, in the institute of a university, all mathematic people and programmers, to create GL Brain Surface. وين معقول نشوف GL Brain بالمستقبل؟ خلينا نقول من سنة لعشر سنين من اليوم. In 1 year, as we started marketing now in India and have signed the first contracts with very large communities, we see in 1 year a real success in India and millions of users, especially in rural India.
And in 10 years, if you ask me, we are targeting to be one of the well-known social networks known to everybody in the world in all other countries. Inshallah. Thank you very much. Thank you. التواصل الاجتماعي صار بشكل واقع معيشي مهم ومرجع لكل الفئات والطبقات الاجتماعية. جي ال برين بيهدف لإنشاء مجتمعات مصغرة بتشارك أفكارها الاجتماعية بالإضافة إلى إمكانية بيع وشراء المنتجات بكل أنواعها. نعود إلى أخبارنا، وفي خبرنا الأخير تستخدم بلدة في الإكوادور أكثر من نصف مليون زهرة زرعت محليا في محاولة لتحطيم الرقم القياسي مشاهدين في هذه البلدة، ويسعى الهرم إلى احتلال مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر تكوين من الزهور في العالم. بهذا وصلنا إلى الختام مشاهدينا، دائما نذكر بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار التي عرضناها ضمن الرابط الظاهر أسفل الشاشة أمامكم في موقع أخبار الآن. تحيات فريق العمل، عبد الكريم جلموت في الإعداد، إليم برهوم في الإخراج، من يروناك عادل أطيب التحايا، في أمان الله.